السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي متابعين ومتابعات الأوفياء قناة عالم صابناز. مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. كدارين لاباس عليكم؟ اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم العشاء ديالنا اللي درت لولادي اليوم، يعني عبارة عن خضر بحال شكل كيك. نتوما كما كتشوفوا كتقطع كتجي زوينة بزاف، كتجي لذيذة وسهلة التحضير، ما فيهاش مكونات بزاف، يعني مكونات موجودة في كل بيت، كتصلح للعشاء كتصلح للغداء اللي مالا. والعيالات الوليدات هما كياكلوش لهم الخضر، هذه هي المناسبة باش تاكلي وليداتك الخضر. هي كتجي في الحقيقة كتجي لذيذة بزاف. نتمنى انها تعجبكم وتتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. هنا غادي نوري لكم كيفاش كتجي مقطعه، هانتوما كما كتشوفوا. اذا غادي ندوزو المقادير. اذا على بركه الله عندي هنايا البيض، البيض الكميه ديال البيض على حسب الكميه ديال الخضر. انا عندي هنا 5 البيضات، وهنا في واحد الضمه ديال البنه ممكن تعوضوا بعطريه. عندي هنا الحليب، شوية ديال الزيت، واحد المعلقة كبيرة ديال الزيت، خرقوم، الملح، هنا الفخوماج موتزاريلا ممكن تستغناو عليه. هنا عندي الخضر، هنا عندي اللوبيا، عندي الهريسة بعدا غادي نضيفها هنا مع البيض. هنا عندي الروز مسلوق في شوية تاع الماء والملح والبزار. هنا عندي الخضر، كاينة اللوبيا، خضرة، جلبانة، خيزو، بطاطا، المهم الخضر اللي متوفرة عندكم. هنا عندي بصيلة مشحرة، هنا فلفلة خضراء مشحرة، ممكن دير تخليوها خضراء خليوها ماشي مشكل. الروز بغيتو تسلقوه مع الملح وضمات البنة او الملح والبزار، المهم شوفوا نتوما النسمة اللي كتبغيو. اذا غادي نحرك هاد الخضر، انا كنفضل الخضر تفور، بغيتو نتوما تسلقوها سلقوها ماشي مشكل. اذا غادي ندوس لهاد البيض، هذا غادي نحرك مزيان باش تخلط مع ديك الهريسه. البيض على حسب الكميه ديال الخضر. هنا غنزيد شويه تاع الخرقوم بلدي او خرقوم عرق، اللي بغى يزيد شي عطريه كتعجبو يزيد، مثلا عطريه الدجاج، عطريه اللحم، عطريه الحوت اللي بغيتو. هنا الملح غادي نديرها بيديه، لاني ما كنعرفش ندير القياس بالمعلقه نهائيا، اما نقص اما نزيد، اللهم يدي كنتحكم فيها. هنا واحد المعلقه كبيره عامره او معلقه ونص ديال الزيت ممكن تستغناو عليها. هنا عندي الربيع مقطع، قزبر، معدنوس. هنا واحد الكاس لاروب ديال الحليب، حليب سائل، غادي نخلط باش تنسجم العناصر اللي عندي. غادي نزيد حتى البزار، يا نسيتو بلاتي نحرك هادشي ونجيب البزار. هنا الفخوماج موتزاريلا ممكن تستغناو عليه، ممكن تزيدو فخوماج مربع، فخوماج مثلث، فخوماج احمر، يعني على حسب الذوق ممكن بلاش. غادي نضيف هاد الخليط على البيض، ممكن نزيد واحد المعلقه ديال الطحين، راه كتجي فيها زوينه. عندنا الحليب والطحين راه بحال شكل بيشاميل، انا كنفضل بيشاميل نديرها هكاك ما نطيبهاش، كندير معلقه ديال الزبده ومعلقه ديال الطحين والحليب كنضيفو مع الخليط، ما كنطيبهمش. بغيتو تضيفو معلقه الطحين ضيفوها. انت هاد العشاء راه جا زربان مزروب، ما كنتش معوله عليه، كانت عندي الخضر في الثلاجه قلت ارا ندير هاد العشاء هذا. اذا غادي نزيد هنايا البزار، واحد شويه ديال البزار، واحد شويه صافي. نحرك المقادير، نحرك هاد الخليط ديالي مزيان. هنا راه بغيت ندير جوج تاع ليمول، داكشي باش كثرت.
ممكن تستغنوا على الرز، ممكن تستغنوا على اي خضره بغيتو. هنا عندي هاد المره مدهون بالزبده بوماط، غادي نصفي الخليط ديالي، درت على حساب جوج تاع الليمون، واحد صغير واحد كبير. قد مزيان. نسيت الزيتون، ما درتوش، ولكن ممكن ديروا الزيتون مقطع، اما ديال المشرمل او العادي. صافي، نسيت شويه تاع الفرماج. ممكن تستغناو على الفرماج، لما بغيتوش ديروه ما ديروش. المهم هاني وجدت ليا، غادي ندير السلفوريزي، ماشي السلفوريزي، بابي دو كويسو، ايوا هذاك، مع بابي الومنيوم تنجيبو. غادي ندير بابي دو كويسو هو الاول، عاد ندير بابي الومنيوم من الفوق مزيان، غنلمطو مزيان. صافي، غادي ندخل المول ديالي الفران يطيب، من بعد ما يوجد وغادي نوري لكم. هذا الخليط غادي نديرو في مول اخر، اذا من بعد ما يوجد انا غادي نوري لكم النتيجه النهائيه. ها نتوما من بعد ما طاب، شوفوا كي تجي، كتجي زوينه بزاف، كتجي بحال الشكل ديال الكيك، ما كتطلبش الوقت كثير. هانتوما كما كتشوفوا، بالنسبه للفرماج من الفوق ممكن تعوضوه ببيضه كتضربوها مع شويه تاع الفرماج مثلث اللي عندكم، كتضربوهم مزيان وديروهم من الفوق بلاصه فرماج حمار ولا فرماج موتزاريلا. هذه كفكره. اذا هانتوما كما كتشوفوا، ها هي النتيجه النهائيه. انا غادي نقطع حداكم، ماشي جيب واحد فورشات. النتيجه النهائيه هي، غادي نقطعها، شكتها تجي بحال شكل كيك، صدقوني كتجي لذيذه بزاف، كتجي زوينه. تكلي فورشات، ممكن دار في ساندويتش، وعلاش لا. نتي نحطها في الطبسيل، نتمنى انها تعجبكم هاد الوصفه وتجربوها، غتعجب وليداتكم ان شاء الله. يعني عشاء خفيف ظريف زوين غني، بلا لحم بلا كفته بلا دجاج. اذا نتمنى ان تعجبكم هاد الوصفه وتجربوها، واللي عجبته هاد الوصفه ما ينساناش من لايك، واللي ما مابونيش يتابونا مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. انتم شوفوا انا غادي نقطع، انا كتجي رائعه، انا كتعجبني انا هاد الوصفه بزاف، يعني نتمنى تجربوها تردوا عليا الخبر. ما كتطلبش الوقت كثير بزاف، اذا نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف ويعجبكم. انا دائما كنقلب على شي حاجه اللي هي بسيطه جدا وفي متناول الجميع، كيف ما قلت لكم اللي يعجبو الفيديو ما ينساناش من لايك،
ومشي تعليق زوين. تبارك الله عليكم كاملين، وبشركم بركة. الله يدخل عليكم سيدنا رمضان بالصحة والعافية والتيسير، والله يرفع علينا هذا الوباء في أقرب وقت إن شاء الله يا ربي. ومع السلامة.